أهلا بكم من جديد في تغطيتنا المستمرة لدراسة أهر التطورات على ساحة فلسطين المحتلة ولبنان. نبدأ بعد الفاصل. نحن على طول منقول المهم أنك تلحق الهدف وتعطل الهدف وأن تهزم العدو وتفشل العدو من خلال منعه من تحقيق هدفه. هاي معاوية المقاومة هيك بكل التاريخ، هيك كانت معاوية المقاومة، مقاومة الشعوب. طيب شو الهدف اللي أعلنت عنه حكومة العدو وعلى أساسه فوضت نتنياهو جالنت بالجبهة الشمالية؟ إعادة سكان، هني بتعبير سكان الشمال إلى الشمال بشكل آمن، هذا وزادوه على أهداف الحرب. يعني كانوا أهداف الحرب ثلاثة اللي كانوا معلنين لهم علاقة بغزة، هلأ صار في هدف رابع اسمه إعادة السكان. يعني بتعبيرنا نحن إعادة المستوطنين المحتلين لفلسطين، لشمال فلسطين المحتلة إلى المنطقة الحدودية مع جنوب لبنان. أهلا بكم من جديد، رح ناقش وياكم آخر تطورات على هذه الساحة مع ضيفي في الاستوديو الدكتور مهند جواد، باحث الشأن السياسي ومحلل سياسي. أهلا بك. وعبر سكايب من سوريا مهند الحاج علي. أبدأ معك دكتور مهند، مع آخر التطورات وزيارة السيد عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني من بعد زيارته إلى العاصمة بيروت اتجه إلى دمشق. طبعاً تكلمنا على الساعة 4 وفصلنا الموضوع أنه ممكن استهدف الطيارة لكنهم لم يستطيعوا، يعني عرقلت مسيرة السيد عباس بعد زيارة دمشق. أولاً راح يكون إلى زيارة لدولة أخرى برأيك، العراق أو يمن أو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم الجميع المشاهدين الكرام. الواقع أنه الخريطة إلى الآن غير واضحة، وأنا لا أتوقع هناك زيارات أخرى خصوصا إلى اليمن والعراق، لأن الآن هو الصراع والمواجهة موجودة في لبنان وفي غزة، لذلك هو تحرك إلى الخطوط الأمامية التي تحتك مع العدو بشكل مباشر. سوريا أيضا على الخط باحتكاك مباشر، وأن لم تدخل في الصراع بشكل يعني مباشر الآن، ولكنها أيضا هي هدف من أهداف الكيان الصهيوني، لذلك أنه الحركة في محور المقاومة على أساس الخطوط المواجهة للعدو بشكل أساسي، لذلك أنه الساحات الباقية هي ساحات داعمة وساحات إسناد، لأن الموقع الجغرافي أيضا يحكم في معادلات الصراع. بالمقابل قوة التأثير وفاعلية التأثير والمواجهة المباشرة بشكل أساس. يعني أول نقطة أنه هي جبهة إسناد، لذلك هو تحرك من بيروت إلى سوريا. في بيروت سوريا. وفي سوريا، لأنهم قريبين على خط التماس مع العدو. هذا أمر أساسي جدا. طيب ننتقل للأستاذ مهند الحاج علي، أهلا بك من جديد أستاذ مهند. من سوريا أكيد صحيح. وزارة الخارجية بوزيرها زارت دمشق، علق الرئيس السوري بشار الأسد يعتبر هذه الزيارة هي بعد أيام من الهجوم الإيراني إنها تحدي وتحمل رسالة قوة وصمود إيران أمام تهديدات الاحتلال، كيف تعلق؟ طبعا في البداية تحية لك الكريمة ولكل فريق عملكم ولضيفكم الكريم والسادة المشاهدين. بكل تأكيد هذه الزيارة هي تأتي في وقت حساس جدا، وقد تناولت العديد من الأمور. أولا تناولت استمرار وتطوير العلاقات السورية العراقية، كون أن السيد وزير الخارجية عرقشي هو وزير جديد في الحكومة الجديدة، وبالتالي لابد من زيارة كل الدول التي لديها علاقات متميزة ورائعة مع والعلاقة يعني أخوة بينها وبين الجمهورية الإسلامية في إيران. بالإضافة إلى ذلك طبعا الوضع في لبنان وفلسطين له الأولوية الكبرى، وخاصة الآن لبنان، وكما تفضل ضيفك الكريم كون سوريا الآن هي قد تكون ساحة مرشحة لكي تكون ساحة مواجهة، بالإضافة لكونها جبهة إمداد وإسناد للمقاومة
ولجمهور المقاومة في لبنان، فلا بد من تنسيق مواقف في هذا في هذه الأمور. بصراحة منذ قليل انتهى المؤتمر الصحفي بعد لقاء السيد عرقجي، طبعا السيد وزير الخارجية السوري، وبعدها السيد رئيس بشار الأسد، وذهب للسفارة الإيرانية في دمشق والتقى مع قادة الفصائل الفلسطينية هناك الذي لديهم مكاتب في دمشق. وكان هناك ثلاث مواقف رئيسية. أولا بما يتعلق بانتظار ما يسمى الرد الإسرائيلي، كان كلامه واضحا بأن ردنا على أي اعتداء إسرائيلي سوف يكون أقوى وأشد من عملية الوعد صادق. اثنان، وطبعا يمكنكم اختبار إرادتنا، وهذا كلام عندما يطلق من دمشق هذا يمثل ليس فقط الجمهورية الإسلامية في إيران، بل يمثل أيضا سوريا، ويمثل فصائل المقاومة الفلسطينية، ويمثل أيضا المقاومة في لبنان. وأيضا قال أن هناك مبادرات لوقف اطلاق النار، وهذه يمكن أن يطول الحديث عنها، ولكن هو اختصر الموضوع وقال ليس هناك وقت لكي نتحدث عنها. أنا باعتقادي في إشارة منه إلى أن الوضع الميداني الآن لديه أولوية، وخاصة أن الجمهورية الإسلامية في إيران لمست عدم صدق من الجانب الأمريكي في هذا الإطار، أو عدم قدرة على أن يكون ضامنا طبعا. وقال أن إيران مستمرة بتقديم الدعم لمحور المقاومة ضد الكيان الصهيوني بكليته. هذا فيه رد على كل من كان يقول الجمهورية الإسلامية في إيران هي لديها مثلا مفاوضات خاصة، مصالح خاصة، وبالتالي قد لا تدخل في المعركة. وهذا يعني أن اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران هي في قلب المعركة عسكريا وفي قلبها سياسيا، وتنسق حلفائها ومع أركان محور المقاومة من أجل توحيد الجهود سواء في الميدان أو حتى في السياسة، أو لتقديم يد المعونة والدعم لجمهور المقاومة النازح الآن من لبنان. صحيح، سعد لك أستاذ مهند الحاج. دكتور مهند يعني فصل أهم نقاط أستاذ مهند الحاج حول الرد الإسرائيلي، سواء رد عن الرد الإيراني سيكون أكيد أقوى، ويمكنهم اختبار إرادتنا. جمل قوية من قبل قادة إيران تتكلم عن الرد، إسرائيل متخبطة بالرد، ومع ذلك إصرار إيران إن ردت راح يكون ردنا أقوى، بكل تصريح من قبل سواء كان في بيروت صرح وزير الخارجية أو في دمشق أو كلمة السيد علي خامنئي يوم أمس. نعم، كان الحديث أنه الجمهورية الإسلامية تدعم المقاومة أو لا تدعم، وكان هناك ترويج من قبل إعلام العدو على أساس أنه الجمهورية الإسلامية تتفاوض وتضحي بالحلفاء، ولكن أنه هذه الثنائية أنه تدعم أو لا تدعم هي ليس بداعمة للمقاومة، إنما هي المقاومة. يعني لا يوجد هناك ثنائية بين المقاومة وبين الجمهورية الإسلامية، هم جسد واحد وساحة واحدة. لذلك انه الجمهوريه الاسلاميه تتحرك بكل يعني المستويات، المستوى السياسي والمستوى الرسمي والمستوى العسكري، وحتى انه المستوى الديني، على اساس انه المرشد الاعلى للجمهوريه الاسلاميه السيد الخامنئي حفظه الله يعني انه هو بنفسه يوجه المعركه وهو الذي يتحدى العدو والخصم. اذا الجمهوريه الاسلاميه هي اصلا في الواجهه، وهي اصلا هي التي توجه كل هذا على اساس انه دوله كبيره ولها استراتيجيه، واستطاعت ان تخرج من شرنقه الولايات المتحده الامريكيه ومن الدول الكبرى. لذلك هي تتحرك باراده قويه وتستطيع ان تتحدى غير الدول العربيه والدول الاخرى التي تهيمن عليها الولايات المتحده الامريكيه مسلوبه القرار، لا تعمل الا لقمع الشعوب ودعم الكيان الصهيوني. فهذا الخطاب هو الخطاب الواضح والخطاب القوي للجمهورية الإسلامية، مبني على أساس قوة حقيقية على أرض الواقع بالمقابل استراتيجية واضحة. هناك بعض المرجفين يحاولون أنه الجمهورية الإسلامية قامت أو تأخرت بالرد أو أنها لم ترد، وكيف يكون هذا الحرب، هذه جملة من المسرحيات. كل هذا الكلام أثبتت الجمهورية الإسلامية إنها هي رأس المقاومة، وهي التي تسير هذا الجسد الكبير الذي يتحرك لمواجهة العدو. كيف تفسر لقاء السيد عباس عراقتشي بالأمناء العامين ومسؤولين المقاومة الفلسطينية في السفارة الفلسطينية في دمشق؟ إنه واضح هذه الحركة إنه هناك دعم رسمي للجمهورية الإسلامية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه لا زالت الحرب قائمة ولا زالت المواجهة مستمرة،
لذلك أنه كل طرف يذهب إلى حلفاء، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك وعلى أساس الخارطة الذي وضعها نتنياهو في جلسة الأمم المتحدة على أساس محورين، وقسم الشرق المتوسط أو الشرق الأوسط إلى جبهتين أو إلى محورين، محور الشر ومحور الخير. وأعد دول كثيرة من الدول العربية والإسلامية على أساس محور الخير، وعد محور المقاومة على أساس محور الشر. لذلك إنه محور المقاومة يتحرك بهذه العقلية وبهذا التصنيف. العدو يصنف هذا المحور على أساس إنه محور للمواجهة بشكل كامل. لذلك الجمهورية تتحرك على هذه العقلية أساسا، إنه تدعم فلسطين ولبنان وتقف مع العراق، وأيضا وقفت مع اليمن، وكل هذه الدول هي جسد واحد ورؤية واحدة، وهناك تخطيط وهناك بينهم يعني تكامل في الأدوار. لذلك إنه الدعم الأساسي لقضية فلسطين هو المحور الأساسي، وهذا اللقاء يعبر عن الإرادة الجدية للجمهورية الإسلامية بأنه لابد أن يكون هناك قضاء على هذه الدولة أو هذا الكيان الغاصب. هنشوف أستاذ محمد الحاج من سوريا أيضا كيف يفسر مثل ما تفضل دكتور محمد بأنه هذا إسناد لهم، وأكيد في تعليمات لا نعلم شنو دار في هذا الحوار بين الأمناء وبين القادة في فلسطين في السفارة الفلسطينية والتقاهم بوزير الخارجية. أنت كيف تفسر ذلك أستاذ مهند الحاج؟ أولا من ناحية الشكل، هذا اللقاء وفي دمشق يؤكد على وحدة الساحات، ووحدة الساحات السياسية وليست فقط وحدة الساحات العسكرية، ولا بد من لقاء طبعا بين الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه اللقاءات لم تنقبل مع المقاومة الفلسطينية أو قادة الفصائل المقاومة الموجودين في دمشق، طالما أن هناك قوات عملية تعمل على الأرض. وبالتالي أنا يعني اليوم إذا بدنا نقيس الزيارة كلها في كليتها الآن ثم سوريا ويمكن أن تكون إلى العراق أو يمكن لا، ولكن أعتقد أن هناك تنسيقا ما لاحتمال تصعيد الأمور الميدانية على الأرض، وخاصة أننا رأينا أن المواقف الأمريكية متخاذلة، كون أن الإدارة الأمريكية هي ضعيفة وغير قادرة على لجم نتنياهو. يعني في البداية قال بايدن أننا لا أنصح بضرب المنشآت النووية الإيرانية، ثم يخرج البارحة مسؤول من البنتاغون ويقول أننا لم نستطع أن نثني الإسرائيليين عن قصف المنشآت النووية الإيرانية. وبالتالي هذا يعني أن نتنياهو لا يكترث أبدا بهذه الإدارة الأمريكية الضعيفة، وخاصة أن كل من الديمقراطيين والجمهوريين الآن بحاجة إلى أصوات اليهود الأمريكان الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعطون الأخضر لنتنياهو ليتصرف أي شيء. اليوم سيدتي الكريمة هناك هدفان استراتيجيان حاول نتنياهو منذ عملية طوفان الأقصى بال 2023 استغلالهما، وهو ضرب المنشآت النووية في إيران وتمرير ما يسمى مشروع بايدن الكبير في المنطقة. مشروع بايدن الكبير في المنطقة وهو مشروع اقتصادي تكون فيه الكيان الصهيوني هي الدولة الأكبر والأعظم والمستفيد الأكبر، وطبعا كل الدول العربية الأخرى تابعة لها، ولا يتم ذلك إلا بالضرب حسب تعبير بؤر المقاومة، يعني المقاومة الفلسطينية واليمنية وحزب الله وسوريا والعراق وصولا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. والهدف الثاني والأهم، منذ دخول نتنياهو لما يسمى بالحياة السياسية الإسرائيلية عام 98 حتى الآن، وهو يلوح إلى ضرب إيران ويحلم بإيران وكان يعبئ ترامب على ضرب إيران، الآن يشعر أن لديه الفرصة الآن مواتية لضرب المفاعلات النووية من أجل أو مثلا المنشآت النووية وليس المفاعلات، من أجل تأخير البرنامج النووي الإيراني بحجة أنه بين قوسين عسكري، علما أن هناك ونظامية من سمت الإمام المرشد بأنه لا يمكن أو لا يجب استخدام هذه العلوم من أجل تصنيع قنبلة نووية، نحن نريد استخدامها لأغراض طبية وعلمية. ولكن نتنياهو لا يكترث بذلك، هو يريد فرض هيمنته وإعادة ما يسمى منظومة الردع على كل منطقة غرب آسيا، لتأتي اليوم هذه الزيارة لتوحيد الشروط، يعني عفوا لتوحيد المواقف. صحيح. اليوم نذكر أن الأول من أكتوبر كان يوما عصيبا على الكيان الصهيوني حيث تلقى ضربات من كل أركان محور المقاومة بما فيها الفصائل الموجودة داخل الضفة الغربية والتي تسللت طبعا وأقامت عملية استشهادية في تل أبيب. وبالتالي قد نرى
فقدنا نعم تصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية، تصاعد العمليات العسكرية في قلب تل أبيب، وأنا أقصد هنا الاستشهادية تحديدا، من أجل زيادة الضغط على هذا الكيان السوري. تمام، راح نكمل وننتقل إلى أكيد انتصارات حزب الله، لكن بعد هذا الفاصل. أياً تكن التضحيات، أياً تكن العواقب، أياً تكن الاحتمالات، أياً يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة. الحديث على انتصارات حزب الله واستهدافاتهم الموفقة دكتور مهند، كان في تصريح قبل قليل قصفنا شركة آتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية، استهدافات موفقة خاصة لشركات صناعية عسكرية إسرائيلية، كيف تعلق على ذلك؟ نعم، الآن حزب الله في لبنان يقومون بعملين أساسيين. العمل الأول هو توجيه الصواريخ إلى الكيان الصهيوني وضرب منشآت عسكرية وأهداف أمنية، وهذا يكون هو مبادرة يعني من حزب الله في العمل العسكري. نعم. الأمر الثاني الذي يقومون به هو التصدي لمحاولة اجتياح لبنان وفشل العدو في اليومين الأخيرين في اجتياح يعني لبنان والجنوب، ولا يستطيع يتقدم لأن كان هناك التصدي كبير وكانت الخسائر كبيرة أيضا للعدو، وكان هناك استراتيجية منظمة، قوات الرضوان صدت لهم بكل بسالة. لذلك أنه هذه الأمور تدلل على شيء أساسي، أنه الحزب لا زال قوي ومتماسك ويعمل باستراتيجية واضحة، لأن حاول العدو أنه في الأيام السابقة أنه من بعد غياب السيد نصر الله رحمة الله عليه عن الساحة أنه الحزب أصبح مربك، هناك الكثير من الجواسيس والعملاء، تقطعت أشلاء الحزب، لم يكن هناك اتصال بين الحزب وبين القيادات. كل هذا الترويج أثبت عكسه حزب الله على أرض الواقع، قام بالتصدي إلى الاجتياح والهجمات البرية، بالمقابل الآن هو يسدد ويصوب على أهداف داخل الكيان الصهيوني. لذلك أنه كل هذه الأخبار يكذبها الواقع الذي يقوم به حزب الله، وننتظر أيضا هناك تصعيدات أكثر من حزب الله، ولكن أنه تبقى أنه محور المقاومة له رؤية وله تنسيق ويكون هناك عمل، لأن نفس نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم قال أن في الكلمة التي ألقاها كان واحدة من النقاط الأساسية التي ركز عليها هو أنه هذه الحرب طويلة وتحتاج إلى صبر كبير وألا مواجهة، لذلك أنه استراتيجية واضحة والأهداف أيضا واضحة. طيب مهند الحاج، أستاذ مهند، يعني صفارات الإنذار تدوي في مسك عام المطلة في أصبع الجليل وأيضا في زرعيت بالجليل، ويوم أمس كان استهداف قوي من قبل حزب الله للجليل، وإلى الآن 7 فرق تحاول إطفاء أو السيطرة على الحرائق التي اندلعت في عرب العرامشة بالجليل بعد صواريخ المقاومة، وللآن لم تطفئ هذه النار. يعني الجليل شبه حزب الله مسيطر على هذه المنطقة، كيف تعلق على تحركات حزب الله في منطقة الجليل؟ طبعا تعبيرك دقيق سيدتي الكريمة. نعم، الآن نستطيع أن نقول أن اليوم قوات حزب الله تسيطر النيران على كل إصبع الجليل، ويعني تسربت بعض المعلومات التي تقول أن هناك مجموعة من فرقة الرضوان أو من فرقة أخرى لا أعلم قد تسللت إلى داخل الكيان الصهيوني إلى مستوطنات قريبة، وقامت بتفخيخ عدة مناطق وانتظار بعض الآليات للمرور، ومرت فعلا وقاموا بتفجيرها وتكبيت العدو خسائر فادحة، وهذا ما كان يتحدث عنه العدو اليوم فجرا، قال أن هناك حدث أمني كبير في إصبع الجليل وفي داخل المستوطنات. هذا يعني اليوم
أن المقاومة كما تفضل ضيفك الكريم هي تقوم بأدائها على أعلى مستوى، يعني أولا من ناحية كما تفضل الضيف رد العدوان ومنعه حتى من الدخول عدة أمتار، استمرار إطلاق الصواريخ من أجل عدم السماح لنتنياهو بإعادة المستوطنين إلى الشمال، وهذه وصية الوصية الأخيرة والتحدي الأخير الذي قبله السيد حسن نصر الله، وبالتالي هؤلاء المقاتلين ملتزمين به. أيضا استمرار الصواريخ إلى مدايات بعيدة وإصابة المنشآت الاقتصادية الإسرائيلية، وهذا موضوع مهم جدا سيدتي الكريمة، لأن كل الاقتصاد الإسرائيلي مبني على أمرين أساسيين، مصانع الأسلحة، بيع السلاح، وبيع تكنولوجيا السلاح والمخابرات. يوم الكيان الصهيوني ما عنده قمح، ما بيصدر فواكه، ما بيصدر نفط، ما بيصدر غاز، وبالتالي هو يعتمد في الأساس على اقتصاد المعونة، يعني يقوم بأخذ معونات من أمريكا، يقوم بتصنيع الأسلحة والتكنولوجيا ويبيعها. والآن استهداف هذه المنشآت يعني إتمام الشلل الاقتصادي الكامل للكيان الصهيوني، وهذا طبعا له ارتدادات أخرى بأن يكون عبئا أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك علينا أن لا ننسى أن هؤلاء المقاومين تعهدوا الانتقام لدماء السيد حسن نصر الله، وهذا الانتقام لم يأتي دوره بعد، وبكل تأكيد سوف يكون عليه ردا كبير. هذا يعني نعم المقاومة بخير، المقاتلين ومن معلومات قريبة جدا، ونحن في سوريا قريبون جدا عليهم، وأنا لي علاقات شخصية، قال لي أحدهم أن هناك عشرات آلاف المقاتلين قد قطعوا كل أجهزة الاتصال بينهم وبين العالم الخارجي، وهم ينتظرون العدو عند الحدود وعند كل فتحة، وينتظرون لقائه في كل فرصة، وبالتالي هذا يعني أن المقاومة بخير. كل ما يحاول العدو الآن فعله من خلال استهداف البنية المدنية لحزب الله الضاحية الجنوبية هو التأثير على يعني حاضنة هذه المقاومة، ولكن بكل تأكيد نرى هناك بسالة تعادل بسالة المقاومين وبطولة قبل هؤلاء المهجرين الذين يعني رغم أنهم تركوا منازلهم وبيوتهم وينامون في بعض الأحيان في الشارع، بكل تأكيد يقولون كله فداء المقاومة. المهم أن يتحقق أو أن نستطيع أن نحقق أمنية السيدة الأخيرة، وهي بالانتصار وإفشال كل الأهداف الاستراتيجية لنتنياهو. لذلك نعم حزب الله بخير، المقاومة بخير، الدعم اللوجستي من سوريا مفتوح، الدعم اللوجستي من اليوم المقاومة العراقية، دعينا ونضرب مثال بسيط، البارحة مسيرة واحدة أكلت العدو وأوقعت به الخسائر الفادحة، يعني حسب اعتراف العدو قتيلين و23 مصاب. إذن هي جبهات متعددة فتحت، والآن الجمهورية الإسلامية في إيران تدخل بكل قوتها وثقلها وسلاحها ووزنها الإقليمي والدولي. يوم معلش نحن الجمهورية الإسلامية في إيران هي ليست دولة وحيدة في العالم، يوم لديها حلفاء أيضا من روسيا، ولديها حلفاء في الصين، ولديها حلفاء في آسيا، وهي ليست لوحدها، وبالتالي كل هذا الثقل الآن يصب في مصلحة محور المقاومة عسكريا وسياسيا واقتصاديا لخدمة الأهداف الاستراتيجية لهذه المعركة، وهو الانتصار الناجز إن شاء الله. أكيد. طيب دكتور مهند، المقاومة طبعا أفشلت محاولة تسلل لإسرائيل عبر بلدة كفر كلا، وإلى يعني من يوم أمس إلى اليوم أعلن العدو أكيد إصابات 38 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة الماضية. 38 يعني أني صراحة يعني ما أصدق بالأعداد اللي هم يقولوها العدو يعني بإعلامهم، لأن ممكن يكون أكثر. شو رأيك بهذه آخر الأخبار؟ نعم أكيد أكثر، لأن هذه الضربات من قبل حزب الله في لبنان ومن قبل المقاومة في العراق الأهداف دقيقة ومحسوبة، لذلك أنه الخسائر كبيرة، ولكن العدو يعني يحاول تقليل هذه الخسائر حتى يكون له تماسك نفسي، لأن كثرة الخسائر خصوصا في المجتمع اليهودي أنه تنبئ عن الغضب الرب، هكذا هي ثقافة الكيان الصهيوني، أنه الذي يقتل هذا أنه من ضمن الذي غضب عليهم الله، هم هذه ثقافتهم، لذلك هذه عقيدتهم هذه أنه من ضمن، لذلك هم يحاولون تخفيف هذه الأعداد، هي هذه الأعداد ينبغي أن تضرب بأكثر من ضعف من هذه الأعداد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قضية إخفاء الطرفين يعني من قبل المقاومة الإسلامية خصوصا في لبنان ومن قبل الكيان الصهيوني إخفاء طبيعة العمليات، لأنه يبدو أنه الحرب طويلة وتحتاج إلى سرية أكثر وتحتاج إلى تكتيك
يعني يختلف عن الماضي، إلى الآن لم نرى ولم نشاهد كيف تصدت مجموعة الرضوان للكيان الصهيوني، لذلك أنه استراتيجية جديدة لحزب الله أنه لابد أن يكون هناك تعتيم أو يعني تكتيم عن هذه العمليات، ولكن الأمر الأساسي أنه هو منع الكيان الصهيوني، يعني ما يتحقق على أرض الواقع. هذه يعني السياسة تختلف عن سياسة حركة حماس التي تصور الإعلام العسكري يمكن العمليات والمسافة صفر تصور ذلك. نعم، لكن بعض العمليات هذه في مرحلة يعني تكتيكية لعله في المستقبل تخرج، ولكن إلى الآن لأن الحرب قائمة يعني غير من غير الصحيح أنه تعلن كيف يتحرك يعني أفراد ومقاتلي حزب الله في لبنان. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أنه قضية أنه في 2006 كان هناك حفظ للحدود من قبل الطرفين، يعني أنه لا استطاع الكيان الصهيوني أن يجتاح لبنان، ولا استطاع حزب الله أن يحرر مناطق جديدة تابعة للبنان. إذن كان هناك حفاظ على الحدود. الكيان الصهيوني في كل معركة مع الدول العربية والدول الإسلامية كان أنه يقصف بعنف ويقتل بعنف، وأيضا يتعدى يأخذ أراضي جديدة، وفيها كانت رسالة أنه كلما تقدمتم وأقدمتم على الحرب مع الكيان الصهيوني سوف تخسرون أكثر مما يكون لكم أرباح أو انتصارات. المعادلة اختلفت مع 2006 أنه كان الحزب احتفظ بحدوده والكيان الصهيوني أيضا بقى على الحدود المحتلة. اليوم يريد الكيان الصهيوني أن يعيد هذه المسألة، أنه يأخذ من أراضي لبنان ويدخل على أراضي في سوريا، أيضا يجتاح غزة ويسيطر على غزة، وكل الهدف هذه من الاجتياح والأخذ هذه الأراضي هي إيصال رسالة أولا للداخل أنه نحن انتصرنا على حزب الله وعلى حركة حماس وعلى محور المقاومة. الأمر الثاني أنه رسالة إلى محور المقاومة أنه إذا تجرأتم على حرب مع الكيان الصهيوني سوف تخسرون ولا تعيدون أي شبر من الأراضي. لذلك أنه واحدة من الأهداف الأساسية هي الحفاظ ومسك الأرض من قبل مقاتلي حزب الله ومن قبل حماس. نعم، إضافة إلى ذلك أستاذ مهند الحاج، قائد المنطقة الشمالية في جيش الكيان، صرح بأن عملياتنا البرية هي خطوة مهمة لإعادة سكان الشمال. بكل تأكيد سيدتي الكريمة، يعني اليوم أهداف الكيان الصهيوني هي تغيرت وتحولت. كما تفضل الدكتور مهند، بعد اغتيال السيد حسن نصر الله شعر الكيان الصهيوني أن لديه الآن القوة الكافية وأنه استطاع أن يدمر القيادة والسيطرة لحزب الله، وبالتالي غير من الهدف الاستراتيجي الأساسي للمعركة. يعني لم يعد الآن أحد يتحدث فقط إعادة المستوطنين، كان نتنياهو يتحدث عن القضاء على حزب الله وسحب سلاحه أو إنهاء سلاحه ودفعه إلى شمال الليطاني، ولكن اليوم بدأ بعمليات ما تسمى بالعلم العسكري بالاستطلاع بالنار، الاستطلاع البري. أولا هذا يعني فشل الاستطلاع الجوي، التصوير والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية كلها فشلت تحديد مواقع القيادة والسيطرة للمقاتلين على الأرض أو مخازن أسلحتهم وخاصة الأسلحة الدقيقة، لذلك يلجأ العدو إلى قصف المدن، ولجأ أيضا إلى تكتيك عسكري وهو الاستطلاع بالنار من خلال دفع لبعض مجموعات من القوات الكوموندوس لكي تجس نبض المقاومة وتحدد مراكز إطلاق النيران. وبرأيي أنه منذ 4 أيام حتى الآن وصلت الرسالة واضحة للكيان الصهيوني، إذا كان يريد أن يبحث عن ثغرات لن يجد أي ثغرات، بل على العكس كل قوة يرسلها تتعرض إلى خسائر فادحة ولا يعود سوى ربعها. وبالتالي سيدتي الكريمة، هذا يعني أن هناك إرادة لدى المقاومين بمنع الكيان الصهيوني للتقدم ولا حتى عدة أمتار. حتى الآن لم يبت جندي صهيوني واحد في داخل الأراضي اللبنانية، يدخلون صباحا يتعرضون للقتل والجراح ثم يعودون مساء، وهذا يعني أن المقاومة جاهزة ومتقدة وتسير وفق خطة عمل واضحة. صحيح أنه قد حشد قوات كبيرة على الحدود، ولكن أنا أريد أن أشير إلى نقطة، ومن خبرة عسكرية سابقة، اليوم المقاومة تقوم باستهداف تجمعات العدو على بعد 30 و35 كيلومتر. هذا يعني المقاومة لديها القدرة على الاستطلاع في داخل عمق العدو، وخاصة أننا يجب أن نتحدث عن حزب منهار، عن مقاومة منهارة، عن مقاومة فاقدة القيادة والسيطرة. على الرغم من أستاذ مهند أنت أشرت قبل قليل أنه قطع الاتصالات مع الخارج، يعني لدى المقاومة تقنيات لرصد الثكنات التجمعية للعدو.
وضربها ايضا، هذا يعني انها قادره على طبعا. الاستطلاع الى داخل العدو. لذلك اليوم كل ما يروج باللهو على العدو على انها استطاع ضرب بنيه القياده والسيطره، او حتى ضرب القيادات في حزب الله، سوف يؤثر ذلك سلبا على اداء المقاتلين. على العكس تماما، هذا يشير الى عدم فهم لمبدا المقاومه. اليوم سيدتي الكريمه، المقاومه هي ليست اشخاص، المقاومه هي فكره يؤمن بها أشخاص، وخاصة عندما تكون هذه المقاومة عقائدية ودينية. هي كلما استشهد قائد يعني المرؤوس يكون له الدافع الأكبر للانتقام لهذا القائد ولدمائه، وأيضا الدافع الأكبر في الميدان. لذلك دماء السيد حسن نصر الله سوف تكون شؤما أسودا على هذا الكيان الصهيوني، وسوف تعجل في زواله إن شاء الله. نعم، رح نكمل بتعليق العائلات الأسرى الإسرائيليين حول رجوع المختطفين، لكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أن هذه البنية لم تتزلزل ولم تهتز، لم تتزلزل ولم تهتز، بل أقول لكم أكثر من ذلك، بحمد الله عز وجل وبتراكم الجهود وبركة دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين والجرحى والقادة والكوادر في كل المستويات من 1982 إلى اليوم، هذه البنية هي من القوة والمتانة والقدرة والعدة والعديد والتماسك ما لا تهزه جريمة كبرى بهذا الحجم. كونوا مطمئنين. لكل الأصدقاء والمحبين اللي قلقوا في العالم، ومن حقهم لأنه اللي صار ضخم وكبير، أود أن أطمئنهم من موقع المعرفة والمسؤولية وليس من موقع المكابرة على الإطلاق. بنيتنا الحمد لله كبيرة وقوية ومتينة ومتماسكة، وقدراتنا كبيرة واستعداداتنا عالية. وليعرف العدو أن ما حصل لن يمس لا بنيتنا ولا إرادتنا ولا عزمنا ولا تماسكنا ولا قدرتنا ولا نظام القيادة والسيطرة عندنا ولا جهوزيتنا ولا حضورنا في الجبهات، بل سيزيدنا قوة ومتانة وصلابة وحضورا. وكونوا على يقين. قلنا لكم من جديد دكتور مهند، قبل شوية انطينا أسباب عدة كما يدعي العدو بالاجتياح وبغيرها من الأفعال، وأحد هذه الأسباب تكلمنا عنها أنه هو إرجاع المختطفين حسب تعبيره أو الأسرى. عوائل الأسرى الإسرائيلية شو تقول؟ تقول بات واضحا أن نتنياهو لن يرجع المختطفين حتى لو انتهت الحرب، وهو المعني باستمرار الحرب في الجنوب. نعم، يبدو واضحا أنه المجتمع الإسرائيلي والصهيوني أنه فقد أو فاقد الثقة بقياداته بشكل كبير، وأنه يعتبرون كل هذه هي من يعني وجه الألاعيب السياسية الموجودة والصراع السياسي. كان هناك صراع سياسي لمدة طويلة، كانت حكومة نتنياهو يعني مبتلية بقضية الفساد المالي والإداري، لذلك كان هناك نقبة شعبية، وكانت هذه العملية أو كل العمليات التي يقوم بها هي من أجل استمرار حكمه واستمرار أيمنته على المجتمع الصهيوني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قضية أهداف الكيان الصهيوني، دائما تأتي أهداف مربكة له خلل أو فيه خلل كبير في بوصلة الأهداف. صحيح. أنه الأهداف تكون دائما عالية، القضاء على حماس، اجتياح غزة والهيمنة على غزة، إعادة الأسرى من حركة حماس، هذه كانت الأهداف التي تخص غزة. بالمقابل أنه حينما دخل في حرب مع لبنان ومع حزب الله، قال أنه حتى نعيد الأمان إلى
سكان الشمال والمستوطنين في الشمال، وهذه الأهداف أيضا لم تتحقق. إذن هناك إرباك ويعني فقدان للثقة من قبل المجتمع الإسرائيلي بالقيادات. هذا أيضا يدلل على أنه إلى الآن لم تعرف القيادة ما هي الأهداف وكيف تخرج من هذا المأزق، لذلك تحاول في بعض الأحيان جعل أو خلق أهداف، وهذه الأهداف هي أهداف أمنية أكثر من ما هي أهداف عسكرية وأهداف لا تستطيع حسم المعركة، مثلا اغتيال القائد هنية، اغتيال سيد نصر الله رحمة الله عليه. كل هذه الأهداف هي أهداف بالمقابل أمنية وليس أهداف عسكرية. نعم. يعني لم تكن هناك مواجهة حقيقية بين جيشين حتى يكون هناك انتصار حقيقي. هذه الأهداف تكون من بعد وعن طائرات، وغير مستبعد أنه الولايات المتحدة الأمريكية قامت وجهزت لاغتيال سيد نصر الله كما هو صرح رحمة الله عليه أنه هناك دفع من قبل السعودية للأموال، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتبنى هذا الأمر بشكل مباشر أو كلتها إلى الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني قام بتنفيذ هذه العملية. ونعرف أن الثلاثة مشتركين بهدف واحد، هو أنه الحد من قوة الشيعة وأضعاف محور المقاومة بشكل كبير، لأن محور المقاومة يعتبر هو الذي يعيد نصاب الشعوب الإسلامية والعربية أو يعيد الأهداف الحقيقية لهذه الشعوب. لذلك أنه هذا أرباك واضح في قيادة الإسرائيلية. هذا يدل أيضا أنه لا يبالي لمجتمع. أستاذ مهند الحاج، يعني نتنياهو وصل لمرحلة وممكن يستخدم المجتمع مالته إلى دروع بشرية لحماية نفسه، اللي هو هسه قرب الملاجئ بالتأكيد. طبعا سيدتي الكريمة، اليوم عملية طوفان الأقصى وفتح جبهات الإسناد وتوحيد وحدة الساحات وإثباتها كعامل فاعل على الأرض، عكس ذلك الكثير من الشروخ في داخل المجتمع الإسرائيلي، ومنها مشكلة الأسرى. يعني حتى كانت الصحافة الإسرائيلية منذ عدة أيام يعني قد حضروا مقال على أن نتنياهو هو مختص بقتل الأسرى تحديدا، يعني هو يقتل الأسرى، وأشاروا إلى حادثة عام 1972 كانت المقاومة الفلسطينية باختصار قد خطفت طائرة، أيام خطف الطائرات سابقا في سبعينيات القرن الماضي، وحضرت قوة إسرائيلية كان من ضمنها الجندي نتنياهو تحت أمر الملازم إيهود باراك، والأسماء معروفة. نعم. والعمل الوحيد في هذه في هذا عملية الاقتحام هو أن قام نتنياهو بقتل مستوطنة مخطوفة في القطأ، يعني هذا الإنجاز الوحيد. لذلك أشاروا إلى تلك الحادثة في سبعينيات القرن الماضي ليقيسوها اليوم عندما أصبح نتنياهو رئيسا للحكومة على أنه لا يختص سوى بقتل المستوطنين أو بقتل المخطوفين بشكل عام أو الأسرى، وبالتالي هذا يؤشر إلى مدى التفكك السياسي والاجتماعي في داخل الكيان الصهيوني. أولا هم مستوطنون لا ينتمون إلى هذه الأرض، وهم من شعوب شتى، ومن الطبيعي أن لا توحدهم سوى الحرب. لذلك يسعى نتنياهو دائما في أحد أهدافه لتوسيع الحرب لتوحيد الإسرائيليين. نعم. اليوم استطاع بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أن يحضر جدعون ساعر، والذي كان من المعارضة الإسرائيلية، وينضم إلى ائتلاف حكومي، يعني يزيد عدد أصواته المؤيدين له في الكنيسة عن 64 صوت. وبالتالي يعني هم فكرة كيانهم قائمة على الحرب. مجرد أن يهزموا في هذه الحرب، وكما نوه الدكتور مهند منذ قليل أن إسرائيل لديها مقتلان أو ما يسمى إسرائيل مقتلان، أولا الخسائر البشرية وهذا بدأت تتعرض له، والثاني هو طبعا طولة فترة الحرب، لا يستطيعون الاستمرار بالحرب لفترة طويلة، وبالتالي هذه الشروخ تنبئ بتفكك بنيوي في داخل المجتمع الإسرائيلي الذي سوف يقودنا إن شاء الله إلى انهيار هذا ما يسمى هذا المجتمع يعني الغريب الغدة السرطانية، وينتهي إلى غير رجعة بعجالة. المؤشرات كلها إيجابية، أكثر من مليون مستوطن خرجوا من هذا الكيان منذ بداية عملية طوفان الأقصى حتى الآن إلى غير عودة. أكثر من 90 أو 95% من مليونيرات هذا الكيان قد خرجوا إلى غير عودة. أكثر من 13 مليار دولار خرجت من بنوك هذا الكيان إلى أوروبا وأمريكا أيضا إلى غير عودة. هذه كلها مؤشرات تنبئ بزوال هذا الكيان إن شاء الله. طيب دكتور مهند، خلينا نعقب على النازحين من لبنان. استقبل العراق 5623 نازح من لبنان لحد الآن بتهيئة الأماكن المخصصة لهم بالدعم، وأكيد حتى الالتحاق بالمدارس والجامعات العراقية بأوراق ثبوتية، وإن لا توجد هذه الأوراق فأكيد يعني
اتصال مع وزارة التربية اللبنانية، تعليقك على دور العراق باستقبال النازحين من لبنان. نعم، كانت أنه الوضعية عكس الجبهة المقابلة. الجبهة المقابلة تتفكك، العوائل تتفكك، بالمقابل هناك هجرة معاكسة، هناك اضطراب. بينما محور المقاومة هناك تلاحم كبير وانسجام كبير، أنه كلما زاد الضغط زاد الالتحام، وكانت هناك يعني رؤية استراتيجية وتوحيد في المواقف والعمل. لذلك أنه العراق كان هو السباق، لأنه العراق لم يكن كلبنان هو خط تماس حتى يقوم بالإسناد العسكري المباشر، وإن كان هناك عمليات ناجحة وكان هناك استعداد جيد، بالمقابل لابد أن يكون هناك فتح لهذه الأمور الإنسانية. بالمقابل كان هناك تكليف ديني، أنه المرجعية حثت بشكل كبير، والمرجعية لها ثقل ديني وثقل اجتماعي، لذلك أنه هذا ينبئ عن أنه يكون هناك انتصار، وانتصار كبير، كما أنه كان هناك انتصار على عصابات داعش في العراق، لأن كان هناك يعني إسناد من قبل لبنان، وكان سيد نصر الله رحمة الله عليه يتابع بنفسه بشكل أساسي كيف تدار العمليات. كثير من القيادات اللبنانية كانت، وأيضا في الجمهورية الإسلامية، هذا يدلل، وهذا أنه يعني مؤشر خير، أنه النصر إن شاء الله قريب، وكل هذه الخسائر سوف تتحول إلى يعني إلى بطولات وإلى ذاكرة يفتخر بها العقل المقاوم والفرد المقاوم. بالإضافة إلى ما تفضلت فيه أنه الدعم مستمر من قبل يعني الحملات التبرعات اللي ترسل إلى لبنان، سواء كانت برا أو جوا وغيرها. العتبات المقدسة بعد يعني باستمرار بإرسال هذه التبرعات. خلينا نشوف الوضع في سوريا مع أستاذ مهند الحاجة علي، كيف هو وضع النازحين؟ أكيد سوريا هي الأقرب إلى لبنان، والتجأ لكم أعداد كثيرة يمكن، فكيف هو وضع النازحين القادمين لكم من لبنان؟ طبعا اليوم قامت الجالية العربية السورية بتقديم تسهيلات، يعني كل التسهيلات للإخوة اللبنانيين. أنا أذكر سريعا أنه في بعض الإخوة اللبنانيين قد يكونوا قد تركوا وثائقهم أو ثبوتياتهم في المنازل نتيجة القصف وسرعة الخروج، وبالتالي يعني أي شخص سوري يستطيع أن يعرف عن هذا الشخص اللبناني باسمه وبكنيته، فورا يتم دخوله إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، حتى إذا كان يريد الذهاب إلى العراق يتم إلى طبعا تسهيل هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، وجه السيد رئيس بشار الأسد وزارة التربية السورية لاستيعاب كل الطلاب اللبنانيين ضمن مناهج ومدارس التعليم السوري، بالإضافة إلى فتح مراكز، يعني هي مراكز لن نقول عنها إيواء، هي مراكز استقبال. وكان اليوم السيد وزير الداخلية مع شؤون الاجتماعية والعمل يتفقدونها، يتفقدون أمور الرعاية الصحية، وطبعا وزارة الصحة السورية هي أول من استقبلت كل المصابين أثناء عملية تفجير البيجر، وطبعا نقل قسم منهم إلى العراق وإيران. إذا كما تفضل الدكتور مهند، على العكس تماما، هي حالة تكامل وتعاضد اجتماعي. أنا أريد أن أشير إلى نقطة، إلى أن المجتمع السوري يعني اليوم أبدأ كمجتمع مدني تعاونه وتضامنه بشكل كبير. نرى الكثير من الحملات على صفحات التواصل الاجتماعي غير العمل الحكومي، يعني غير توجيهات الحكومة، يقومون باستئجار منازل ومنحها بالمجان، يعني رجال أعمال سوريين أو حتى تجار يقومون باستئجار منازل منحها بالمجان للإخوة اللبنانيين للإقامة المؤقتة، ريثما إن شاء الله يعودون إلى مناطقهم بعد النصر الناجز إن شاء الله. وبالتالي هذه حالة تكامل وتعاضد، وكانت هذه أولى توجيهات السيد الرئيس للحكومة السورية الجديدة، لأن اليوم الحكومة السورية هي جديدة، يعني منذ عدة أسابيع قد تشكلت، وقال لهم بالحرف الواحد أن أولى اهتماماتكم الآن هو تقديم كل ما تستطيعون تقديمه من عون للأخوة اللبنانيين. وبالتالي نرى يعني حتى أن اليوم الكيان الصهيوني يحاول منع وصول الأخوة اللبنانيين إلى سوريا، وقاموا البارحة باستهداف معبر نصيب، معبر المصنع، وقطع الطريق البري يعني بين السيارات، وحاولت إحدى الجرافات ردم هذه الحفرة الكبيرة التي أحدثتها القنابل الإسرائيلية، ولكن تم استهدافها أيضا. وبالتالي تم تأمين طريق بديل يعني بجانب هذا الطريق لعبور السيارات اللبنانية ولعبور الأخوة
اللبنانيين، يعني نحاول قدر الامكان ان نقدم كل ما نستطيع من منطق الاخوه، من منطق العروبه، من منطق الديني ومن واجب العقدي. اليوم سيدتي الكريمه، نعم، هذا الموضوع مهم جدا. انا عندما يشعر المقاتل على الميدان ان عائلته هي مؤمنه وتلقى كل الرعايه سواء في سوريا او حتى في العراق او حتى في الجمهوريه الاسلاميه في ايران، هذا يعني يكون باله مرتاح ويركز اكثر في العمل الجهادي والقتالي ويبدع فيه، على عكس اذا ما كان يعني يشعر ان عائلته بحاجه الى او انها فقدت المنزل وقد يتشردون وما الى هنالك. لذلك هذا ايضا يعتبر خدمه للميدان من خلال رعايه المجاهدين في اهلهم. احسنت استاذ مهند، اكيد هذا هو واجبنا، واجب الجميع اليوم التكاتف في هذه الظروف، في ظل هذه الظروف الصعبه. استاذ مهند الحاج علي من سوريا، شكرا جزيلا لك، وشكر ايضا لك دكتور مهند جواد محلل سياسي. وصلنا وياكم الى ختام هذه التغطيه، شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى اللقاء.